السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير ومساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. لو انت اول مرة بتشوفنا على اليوتيوب اهلا وسهلا بيك معنا في اسرة الفهد تيتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة تكملة لسلسلة الجديد في كيوبيز 15. هنتكلم النهاردة عن البيتش شيفتر. البيتش شيفتر هو بلاك جديد موجود في كيوبيز 15. انا معايا تراك نسمع منه جزء صغير الاول. كل اللي انا عملته ان انا جيت على التراك ده وعملت ستيم سيبريشن عن طريق الخاصية اللي موجودة في كيوبيس 15، عامل عنها حلقة مفصلة لو حبيت ترجع لها. خصصت التراك لي فوكال درامز بيز واذر. ده الفوكال لوحده. جيت هنا حطيت البيتش شيفتر على الانسرت بتاع التراك. ده البلوج اللي معنا. بلوج سهل جدا وبسيط جدا، ولكن تقدر تطلع منه بنتائج محترمة قوي. اول حاجة اول ما نبص على البلوج هنبص نلاقي ان في كنوب كبير موجود في البيتش. ده بيعتمد على السيميتون او النص تون. يعني لو عايز انزل ماشي 8 9 وهكذا بالماينس وبالبلس. طب انا عايز ارجع للزيرو كنترول وبدوس عليه. على اليمين في كنوب للميكس، بتعمل ميكس ما بين الصوت الاساسي، يبقى زيرو الصوت الاساسي، وتدخل معاه الصوت الجديد اللي انت هتعمله، زرار الاوتبوت. بعد كده عندنا الدرايف ساتوريشن، موجود منه ثلاث انواع، تيب تيوب ديستورشن. وبعد كده عندنا زرار الفورمنت. الفورمنت هو ده الزرار اللي بيقولوا عليه زرار التنسيق، او ازاي نحافظ على الطابع الصوتي الاصلي للصوت بتاعنا حتى مع تغيير الطبقة. وبعدين بريسيرف، ده بيوقف الفورمات. تعالوا نعمل سولو للفوكال ونسمع. تعالوا نقول ان انا عايز اعمل هنا افتح نعمل ناقص 12 ونبتدي نعمل ميكس. لو 100% ميكس هيسمعني الصوت الجديد وبس. انا نعمل درايف. يو ديستورشن. خلي ميكس دلوقتي 100% الميكس عشان نسمع التأثير الفورمنت على الصوت. تغيير طبيعة الصوت بتاعنا. تمام. زرار البريسيرف بيقفل الفورمنت خالص. بعد كده هنبص نلاقي هنا في الاس تي. ده فايدته ايه؟ طول ما هو متاكتف بنتعامل مع سيميتون، لكن لو شلنا الاكتافه بتاعته هنقدر نتحرك ما بين الانصاف الاتوان اللي موجوده عندنا. زي ما احنا شايفين هنا مثلا ماينس 7.64. ده فايدته ايه؟ فايدته لما نيجي نعمل وايد ميكس او بنعمل باكينج فوكال عايزين ما يبقاش الموضوع باين ان هو آلي قوي. هيفيدنا كمان في ايه لو شلنا السيلكت ده؟ على مثلا نعمل ده كده، هيفيدنا لو احنا عايزين نعمل وايد ميكس للتراك اللي معانا، وخصوصا لما نستخدم الانلينك. الانلينك ده لما نفتحه هيفصل لنا الليفت عن الرايت. ازاي؟ على مثلا هنا نعمل ده ناقص 12، وتعالى نعمل ده هنا 12 بلس 12، وكده اوكتاف تحت كده اوكتاف فوق. وهاجي هنا هلعب ما بينهم شويه.
نشيل ده ونغير يبقى كده مثلا، ونشوف الصوت هيكون عامل ازاي. نقفل هنا برضو الفورمات. Chasing dreams through night and day with you, I feel. كمان نقدر نعمل كوبي، ناخد كوبي من الليفت للرايت هيبقى زيه بالظبط، وتبتدي انت بقى تغير من هنا. تقدر تعمل وليكن عايز تعمل خمسة مثلا. تعال نسمع. Take my hand, let's run away. Chasing dreams through night and day with you. كمان اوتبوت لكل شانل من دول سواء الليفت او الرايت. موجود عندنا كمان هنا شوية بريسيتس، تعالوا نشغلها ونسمع. Take my hand, let's run away. Chasing dreams through night and day with you. I feel alive, so free in this love, just you and me. نقدر نعمل ايه كمان عن طريق البيتش شيفتر؟ تعالوا نعمل تركاية كده حلو. ايه رأيكم لو جينا عملنا دوبليكيت للتراك ده، وجينا على التراك الاساسي وقفنا البيتش شيفتر، وجينا على التراك التاني اللي معمول عليه البيتش شيفتر بتاعنا. تعالى كده هنعمل هنا ماينس 12، عايز هنا اعمل 5، نعمل ساتوريشن هنا، نشغل. Take my hand, let's run away. Chasing dreams through night. نقدر هنا ان احنا نعمل ميكس 100%. كل ده عادي، امال فين التركية اللي بتقول لنا عليها؟ تركاية حالة نهي. لو جينا هنا عند البانينج في البالانس بان هنا، نعمل رايت كليك، نحوله من الستيريو بالانس بانر لستيريو كومبايند بانر. ده هيعمل ايه؟ انا نقف على التراك كده ونفتح عشان نشوف هيعمل ايه. بصوا هنا على جزء البان، اقدر اروح كله شمال، اقدر اروح كله يمين، اقدر اوسع، اقدر اصغر زي ما انا عايز. تعالوا نسمع ونشوف الفرق. Take my hand, let's run away. Chasing dreams through night and day with you. I feel alive, so free in this love, just you and me. Together we'll find our way. أعتقد الفرق واضح. نقدر نعمل كمان حاجات كتيرة قوي. نقدر نستخدم الميديولات الجديدة اللي موجودة عندنا في كيوبيس 15. نقدر نعمل أفكار كتيرة جدا. أتمنى أكون غطيت البلاك بشكل كافي. لو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش عليها بلايك وشير الفيديو مع أكبر عدد من صحابكم عشان الفايدة تعم علينا جميعا. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.